امك هي كاميرا طيبه ماسك البرد لك لك عم تسوي البرد هون عنده سكنت عند تبعت بوسه شو هالسيربيز الحلوه خاصي حلوبة لك العزم شو يلا تعال لو لو بدنا كبة 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 ابعتوا لنا كبة عزوز بدنا كبة ابعتوا لنا كبة يلا هلا 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 هم هنا هنا في ناس هنا مين هذول اهلي اهلي كلهم وك اهلا شايف ايه انت اهلا 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 يلا باي باي بدك تسخن لك اكل ليه شو مش هتنام شو لا بتفوت بتنام ما نزل ابكي قبل ما افوت على الاكل شو بدك تعمل شباب شو فيك هلا ماشي مدام رولا شخصيا وقالت يعني ايش اسمه يعني عادي ادخل الايفال عادي ما في حد من الناس بحبي ولا لا ولا لا ولا لا 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 بس بس قالوا له لا انت على كده انت بتعرف شو عامل شوي 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 عم يعب بتحاول انا وياك ما عبطنا بعرف ما بدي اقعد لا عم عملوا لنا لا بس لي لابي لامي خلص سكرنا بس انت بتذكري حالك ما دام ما ضلت ضايع ما طلعتي من البيت انت شو شو نسيتي حالك شو شو قلت هلا ما سمعتك نسيتي حالك كنت ضايعه شو كنت ضايعه شو ونسيتي حالك ما طلعتي من البيت شو تعال تعال لا 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 ثانيه شفت اهلي ليكو ليكو اسمع شوي شوي بابا ليكو انا اصلا تعال شوي نسك تعال ويا هي One second. يلا ابني. يلا باش تعال. Okay, believe it. سدي 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 سدي. Yeah, it's a good makeup. I know my makeup's horrible now. نبي نسوي فال مضبوط نغني عد مساعد وانا بقى احد فينا يطلع من هنا بليز زين عشان نستانس واحنا بالكويت زين لان سفراتنا بالكويت واناشد الكوتش جورج واقول له اتمنى انك تمزح ما يصير كذا خليتنا نسوي شويه عضلات وما تجي يعني وش تحس فيه يا جورج وش تحس فيه يعني انت برضو اخونا الكبير والكبير ما يزعل على الصغير ولا لا صح انت الكبير والمفروض انك ما تزعل علينا وانا وحبيب قلبي وصديقي واخوي ميش نعتذر من الكوتش جورج اذا كان
جورج انا بعتذر منك وبترجاك تجي على الصف. اضم صوتي وصوت صديقي ميشيل واقول لك يا كوتش بليز بليز اتمنى انه بكره الصباح نفتتح الصباح على يلا ابو شاب. يعني من جد ما تخليتنا نسوي شويه عضلات وما تجي وش تحس فيها جورج بليز. صح القومه ثقيله الصبح بس ما لازم تعودنا عليك. مين اللي يقولنا كسروا الدنيا؟ مين اللي بيعطينا معنويه عشان البرايم الجاي؟ يعني بليز بليز يا كوتش اتمنى انك تكون تمزح معانا لانه الصباح مع جورج ما اقول لكمش الصباح مع جورج فظيع. كومبتيشنات وتحديات وبس صرت ادخل في التحديات ومدري ايش وصرت نشيط شوي وحطيت قائد فريق يعني ما ادري ايش تحس فيه. لازم تجي يا جورج لازم لازم. هنا عبد العزيز باللوك الجديد يقول لك يا جورج ارجع يا جورج ارجع يا جورج من جد. شباب بكره جورج يا شباب زعلان ومو جاي. شباب جورج زعلان ومو جاي. شباب جورج زعلان ومو جاي. شوفوا السكجول هذا شوف ما حطوا جورج زعلان زعلان شكله. شنو كان مكتوب كون مشان في سفر؟ شنو كان المسج ميشيل؟ ها؟ شو كان المسج ميشيل؟ مشغول. مشغول؟ مشغول ولا زعلان؟ أكيد. طبعاً. أتمنى إنك ما تكون زعلان يا كوتش. أتمنى من كل قلبي إنك ما تكون زعلان. وبدل المرة ألف وبدل الألف مليون وبدل المليون بليون وبدل البليون إلى ما لا نهاية. كل أحبابي اللي تواصلتهم معي كلهم باسمه في وطن الحبيب المملكة العربية السعودية وفي الخليج العربي والوطن العربي. عزيز معكم كونوا معي إيه؟ ومنكم وإليكم عيني عليكم عيني عليكم. ورب إن شاء الله ترجع البسمة الأطفال الوجيه جميع الأطفال وتقر أعين أهليهم فيهم يا رب. لا كنت أنا على قلبي على أعصابي والله. والله يصبر الأهالي الله يصبر الأهالي جد. إحنا اللي يعني الحمد لله من فضل ربي ما فينا شيء مرات نطلع نهبل في هلنا فما بالك لما يكون في احد تعبان. فالله يصبر اهاليهم ان شاء الله ويا رب يا رب تعجل بشفاء كل من يعاني من الم او مرض وتعم العافيه على جميع اطفال العالم العربي والعالم جميعا. مبروك. بس كانت الاغنيه هذيك بتعقد حق كارل وور هي اول واحده ايه جنة I really don't understand what the hell is going on. رجع غراض طلع زوز رجع قاضي انا كمان لا انت رجع لك ابو الصور رجع له لا والله استهبل خلاص ولا قلت لك في موضوع جيتار ها ايوه يا اخي لازم جيتار ما اعتقد انه بيوافق. My mom went crazy. Mommy وقفت كل حاجه كان قاعد وقفت. ايوه رحتي؟ طبعا لا كنت في اخر الدنيا في هناك في النص برايم وهند عم تحكي وعم تقدم وكذا نص برايم بتقولي تعالي تعالي. ما كانت فاكره انه خلص انت رايحه او هو طالع او كانوا فاكرين انه في النهايه. لا هي مره قالت لي على التليفون مامي في النص في البرايم تعالي بوسيني. I'm like mommy I can't. قالت لي لا عصفور هذا اللوش. كيف ما قلت لي ايش رايك فيني؟ ما انت انا سمعتك اول شيء لما صلحت له لما هو قال غلط وانت صلحت. شو سوي له دخلت هني رحت انا الحمام رحت هني كنت ماي ماي كل ماي كل ماي. Now that you're here, I'm gonna never leave my heart open. Never hurts me to say goodbye. Relationships don't get deep to me. Never got the hold in love thing. If someone can say they love me truly, but every time it don't mean a thing. My mind is gone. I'm spinning around and. بعدين ايه عدت الكوبلة الثانية ابي يسمع انت طيبك شاق
الله الله، ايه الروعة دي، ايه الجمال ده. الكينج انا تتجوزيني يلا حبيبي نسي هو عندك لك شهيني حبيبي. في مجال؟ شيل عيونك محمرة. بشيل الميك اب. شيل الميك اب كذا وطقاق تسوين. وين شو الحبة؟ لحظة في حبة في وجهك. شدوا حيلكم. ثانية قبلت الأغنية؟ سويت مشهد؟ ها؟ لا عم بنزلك بحالي. يلا يلا شو؟ في فال يا رجل؟ ما خلص بدي أطلع من منين ما بدي أعمل. وأنت؟ أنا ما أصلاً ما راح نطلع من منين إن شاء الله. خلص أصلاً إيه. في علاقة بيننا احنا حب. شباب ليش ما حد يزعل مني عشان ما خذيت أحد منكم الكويت عادي ايش دعوه نطلع مع بعض بعد هم هذا بس انا اللي بيضيق صدري بقعد من حالي بس والله ما راح اهنيكم في لحظه والله ما راح اهنيكم بقعد من حالي اقعد اقعد حبيبي اقعد مو انت طيب اعتقد انه كان في المفروض يكون لي تفاحه كانك ما سبقتني وخلف حبيبي سويتها عبد العزيز حني كلهم بال عملتها يا واحد بالبر I just figured it out right now. Mm.